عليكم. نشكر ونقدر كل من شارك وساهم في نجاح هذه المبادرة من جميع الدول. بقلوب تملأها المحبة وأفئدة تنبض في المودة وروح الأخوة، نرحب ونشكر جميع الدول المشاركة في هذه المبادرة، ونحن سعداء بتعاونكم معنا، فأهلا وسهلا بكم، وكلنا أمل على أن نلتقي بكم في السنوات القادمة في بلدكم الثاني الأردن. أخوكم رئيس جمعية فرقة عمون الأردنية للفنون والتراث، مأمون مقلد. خالد النبوش من لبنان، رئيس فرقة المجد البعلبكية. بدي أتوجه برسالتي من الفن والثقافة، رمز من رموز الشعوب لاستمرار الحياة، إيمانا منا بالله أولا، وبهالرسالة الثقافية رح نضل مستمرين بالفن والحفاظ على الإرث الثقافي رغم جائحة كورونا، ومكملين بإذن الله ونرجع نشارك مع الفرق بلبنان والأردن والعالم العربي والمهرجانات الدولية. بدي أتوجه بالشكر الكبير لفرقة عمون الأردنية للفنون والتراث اللي هي كانت سبب بهالمبادرة الجميلة، وأتمنى أنه نجتمع بالمهرجانات لأنه سبق وشاركنا في مهرجان بالصين، ونرجع ندخل البسمة والفرح والسرور لقلوب الناس. مع محبتي لإلكم وشكرا. به نام آفریننده هنر، کیوان علی محمدی هستم، سرپرست گروه بین‌المللی رونان. چند وقتی به خاطر بیماری کرونا در عرصه موسیقی خیلی از هم دور شده، اما همیشه دلهامون با هم. امیدوارم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کنار هم جمع بشیم و دوباره فستیوال‌ها و اجراها رو در کنار هم باشیم و بتونیم مثل روزهای قبل سفیر ایران باشیم تا بتونیم حتی تو این شرایط سخت نوای اقوام ایران رو به گوش دنیا برسونیم. ما کرونا رو شکست می‌دهیم. هیلا در وا کن مویو، پشت در وا کن مویو. السلام عليكم، أنا فؤاد ذنون مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية العراقية ومدربها. بسبب جائحة الكورونا توقفنا فترة حسب توجيهات خلية الأزمة في الدولة العراقية. الآن إن شاء الله سنستأنف عملنا في الفرقة بتصميم لوحات فلكلورية عراقية جديدة من كل مناطق العراق، وهي كما تعلمون هي الفرقة تمتلك رسالة كبيرة لنشر التراث والفلكلور العراقي في جميع أرجاء العالم. نشكر غرسة طيبة أمل على هذه المبادرة، ونشكر فرقة عمون الأردنية للفنون والتراث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي الفنان يحيى أبو جمعة مدير فرقة الأصايل الفلسطينية دير الأسد، بحيي فرقة عمون هذه المبادرة الطيبة، ألا ولا هي مهرجان بسمة طيبة وأمل. بحييكم جميعا رغم ظروف الكورونا اللي احنا موجودين فيها في جميع العالم، في كل العالم، في فلسطين والأردن وفي العالم أجمع، إلا نحن مستمرون في العطاء وفي الثقافة وفي الفلكلور وفي المهرجانات حتى عبر وسائل التواصل. فأنا بحيي جميع الفائدة هذا البرنامج، بحيي فرقة عمون مرة أخرى ومهرجان بسمة طيبة وأمل بالنجاح من مهرجان لأخر مهرجان، وإن شاء الله ربنا يفك هالأزمة على القريب ونقدر نتواصل مباشرة مش عبر الوسائل هاي اللي عمالين بنحكي فيها. في
pozdrav i selame od članica Hora Stam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Moje ime je Nerma Destović, menadžer kulturno-umjetničkog društva Stambol iz Novog Pazara, Republika Srbije. Naše aktivnosti su isključivo vezane, prije svega za našu kulturu i tradiciju, u skladu sa vjerom islamom i islamskim propisima kroz učenje ilahija, kasida, sevdalinke i drugo. U tome uspevamo i u ovom vremenu iskušenja pandemije virusa COVID-19. U tom smislu zahvaljujemo se jordanskom dendu Firka Hamun na ovom projektu i inicijativi Sradnje dobre i nade. Sa nadom da se uskoro vidimo i nastavimo naše aktivnosti, prije svega u Jordanu, Novom Pazaru, Republici Srbiji ili na nekom drugom mjestu. Naše pjevanje je ljubav. Svijete, mi te volimo. Sjedini, da budemo mu amini. Jelbak vatan, ja masdar ilhani, a išana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تحية حب وتقدير إلى مملكة الأردن الشقيقة حكومة وشعبة وعلى رأسهم جلالة الملك المعظم الملك عبد الله بن الحسين وإلى سمو ولي عهده وإلى الشعب الأردني الشقيق هذا الشعب البطل الأبي الذي وقف في وجه جائحة كورونا لم تمنعهم هذه الجائحة من العمل لهذا البلد المبارك لم تفرقهم هذه الجائحة بل زادتهم قوة وصلابة أسأل الله أن يحفظ الأردن من كل مكروه والشكر والتقدير لفرقة عمون الأردنية للفنون والتراث على مبادرة مهرجان غرسة طيبة وأمل حفظ الله الأردن حكومة وشعبا من كل مكروه أخوكم الفنان حامد الضبعان عاجب هشتاق لك رغم أنك قبالي وإن غبت طيفك دايم في بالي الفرقة الوطنية للفنون الشعبية أربيل تابع لوزارة الثقافة إقليم الكردستان هذا الفرقة تأسس من 1979 هاي الفرقة شاركة من كل مهرجانات الدولية والداخلية مهرجانات دولية مثلا ألمانيا بولونيا سلوفاكيا إسبانيا جورجيا بلغاريا يونان أردن دبي والمهرجانات داخل إقليم الكردستان والمحافظات العراقية بس هاي السنة وقفنا عن نشاطات الفنية بسبب ظروف الصحية الفيروس الكورونا إن الفيروس مش من كل عالم وتمنى أن تزاول هذا المعنى إن شاء الله ونشكر فرقة عمان الأردنية من هذا المبادرة جميلة وتمنى أن نلتقي في ظروف أحسن إن شاء الله بدر هوليري مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية أربيل أنا خالد إنيدا مدير الفرقة المصرية للفولكلور طبعا حابب أقول كلمة لكل حاملين الفولكلور في أنحاء العالم إحنا لازم ما نقفش إحنا لازم نشتغل طبعا بشكر فرقة عمون على المبادرة ديت مبادرة كويسة جدا فتحية لكم وتحية من مصر والفرقة المصرية للفولكلور واتمنى ان يكون المهرجان حاجه جديده تستمر طول الاعوام القادمه الهادي عبد الظهر رئيس فرقة النجوم الخمسة للفنون الشعبية بيلوز الجمهورية التونسية أتوجه بكلمة هذه إلى كل الدول العربية على الجائحة التي صابتنا الكورونا
وربي تشفي كل الأمم العربية، ويا ربي ابعدها علينا، وربي تشفينا وربي تجمعنا بخير إن شاء الله. وأتوجه بالشكر إلى فرقة عمون الأردنية على هذه المبادرة. أنا طارق عيسى من فرقة الرقة للفنون الشعبية. في البداية أنا عم سجل هذا الفيديو رسالة لكل العالم أنه نحن مستمرين بالفن اللي نحن تعودنا عليه بالرغم من الوباء والجائحة اللي صابتنا. ما رح نوقف ورح نكمل بإذن الله، ونرجع نجتمع مع الفرق وبمهرجانات بسوريا وبالأردن وبكل الدول العربية والعالمية. وكمان بدي وجه شكر كتير كبير لفرقة عمون الأردنية اللي هن سبب بهاي المبادرة الحلوة، وكتير بتمنى أنه نجتمع نحن وياهم بمهرجان لأنه سبق واجتمعنا وناس كتير طيبين ومحبين. Greetings from Himalayan International Cultural Association. My name is Nirmal Shrestha. I have been representing Himalayan International Cultural Association since last 20 years to participate different international festivals around the world. At present, the world is suffering by this pandemic situation, and everybody is suffered very badly from young people to aged. And during this crisis, we are gathering together to entertainment with our folk dances, which has been organized by Jordanian Amman team for arts and heritage. And I'm sure this will be a good step for the peace within all participants from different countries. Thank you very much.